ماشي. مساء الخير، اهلا بكم في حفله افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الرابعه والستين. اولا انا سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده، ويشرفني اختياري لتقديم هذا المهرجان العريق. في البدايه ارجو الترحيب بالاب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للمسرح السينمائي. اخواتي واخواتي الاحباء، سلام وخير لكم جميعا. بسم الله المبدع الاول وخالق الجمال، نرحب بكم جميعا بقلوب محبه وعقول منفتحه لنحتفل معا بالفن والابداع. فكان هذا العام هو اهداء الدوره ال 64 من المهرجان الى روح الفنان العالمي عمر الشريف.